السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده واخداكم جوله داخل مارينا 2، يعني هي كده هوديكم منطقه البحر. قبل كده صورت لكم منطقه المطاعم والكافيهات بالليل، ووريتكم كده جوله داخل المارينا. طبعا اللي مش عارف مارينا دي في الساحل الشمالي، يعني اشهر من نار على العالم، يعني من اول مارينا 1 لحد مارينا 7. دي البوابات بتاعتها، الناس اللي بتخش يا اما بكارنيه يا جماعه، يا اما ليها محد معرفه جوه. هو يعني انتوا فاهمين، يا اما تبع بقى رحلات وهم متفقين معاهم، هو ده دخول القرى السياحيه. اغلب القرى السياحيه اللي هي على طريق الساحل بيبقى الدخول كده. دي بدايه المدينه، اشجار كده على ايديكم اليمين والشمال، والفيل بقى والشاليهات بمناظرها وحاجاتها الحلوه، يعني هي نظيفه، يعني باين عليها اللي هي يعني حاجه حلوه كده، تمام. فالنهارده كده عوريكم جوله. هو بصراحه كان الجو ده كانت الساعة 6 قبل المغرب، يعني قبل المغرب كده بنص ساعة. ايه خلاص احنا داخلين على ايام بقى مدارس وكده، فالناس هدت شوية. انا كنت رايحة فيها في العيد اللي فات اللي هو العيد الكبير، كانت زحمة جدا وكناش لاقيين مكان اصلا نوقف فيه العربية وكده. لكن دلوقتي خلاص بقى كل الناس بقى انشغلت في المدارس والدروس، وبدأنا يعني وش المدارس، فتلاقي الناس قليلة شوية، او بقى الناس اللي بتصيف اللي هي الناس الرايقة اللي هما بيحبوا يصيفوا في الاخر. فبس كده، فان شاء الله تستمتعوا بقى بمنظر البحر، واللي ما راحش البحر السنة دي يعني يا دوب كده يتفرج عليه ويسمع صوته ويحاول يشم ريحته وتستمتعوا ان شاء الله بالفيديو. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة. كده احنا وصلنا اهو للمنطقة اللي احنا هننزل فيها. طبعا فيها بحيرات، فيها حمام سباحه، فيها بحر. فهو الافضل حاجه يا اما معاكي اطفال صغيره ممكن حمام سباحه، او اللي هو البحيرات بتبقى برضو ايه ما فيهاش موج زي دي كده بحيره. فانا بوريكم الشكل من قدام شويه. فالمكان الشماسي هادي، يعني ما فيش زحمه اللي هي زحمه العيد بقى وزحمه الصيف اللي هي الاساسيه، لا ما فيش زحمه والناس هاديه ورايقه. وهو ده الجو بصراحه للناس اللي هي بقى ايه عايزه تصيف بمزاج، يعني تصيف كده في هدوء بعيد عن الدوشه والزحمه ووش الناس وكده. يعني خلاص بقى، هي على فكره القعده الكرسي ب50 جنيه، يعني للناس اللي عايزه تعرف اسعار الكرسي ب50، الشمسيه ب50. فالناس بقى اللي عايزه تروح مارينا تتوكل على الله وتروح تستمتع بالجو اليومين دول، حلوه قوي جدا. اسيبكم بقى مع الفيديو، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وكملوا الفيديو للاخر.